دكتور شنو هو التأمين على السيارة وشنو هي الأمور اللي لازم طبعا المستمعين والمستمعات يتعرفوا عليها في إطار تأمين المسؤولية المدنية؟ تأمين عموما على السيارة فيه جوج ديال القسمين. القسم الأول كيتعلق بالمسؤولية المدنية. أشنو هي المسؤولية المدنية؟ المسؤولية المدنية واللي هي خص الناس يعرفوها بأنها إجبارية، هذه اللي كيوقفك عليها البوليسي تيقول لك واش عندك لاسورانس، هي هذه الإجبارية هي المسؤولية المدنية. وكاين القسم الثاني هي المسؤولية ديال بعض الضمانات التكميلية. أشنو هي هاد الضمانات التكميلية؟ مثلا الحريق، تأمين على الحريق ديال السيارة، تأمين على كسر الزجاج، تأمين على الأضرار اللي يمكن لها تسبب للسيارة ديالك، مثلا حتى الحريق أو لا تضرب السيارة ديالك، أي ضربة عادية جي خرجتي ولقيتي السيارة ديالك مضروبة، إذن هذه كتدخل في إطار هاد الضمانات التكميلية. خاص الإنسان ملي يمشي عند المؤمن ديالو ويدير التأمين ويخلص، أشنو باش يثبت بأنه مؤمن؟ خاصو واحد الوريقة، هذيك الوريقة هي شهادة التأمين اللي سميها بالفرنسية اتيستاسيون داسيغونس، هذيك هي اللي كيطلب لك البوليسي، وكيكون اللون ديالها بالنسبة للسيارات العادية لونها أصفر. وهنا باغي نركز على واحد النقطة، بأن الشهادة ديال التأمين هذا اتيستاسيون اللي تكلمت عليها راه ماشي هي عقد تأمين، وسبق لي شرط أن عقد التأمين فيه جوج ديال الأقسام، قسم اللي فيه الشروط العامة وكاين قسم اللي فيه الشروط الخاصة. هذاك عقد التأمين بوحدو تهو خصو الإنسان ياخذو. هاد الشهادة هي قلنا الوثيقة اللي كنقدموها للبوليسي. بالنسبة للمسؤولية المدنية اللي تيخصنا نأكدوا عليه ونعرفوه، هو أن شنو هي المسؤولية المدنية؟ هي أنني أنا في عوضني كندير واحد الحادثة وكنسبب أضرار مادية أو أضرار جسمانية لواحد الشخص آخر، المفروض أنا اللي نخلصه ونعوضه. ملي كتكون عندي هاد التأمين على المسؤولية المدنية، فشركة التأمين هي اللي كتدخل باش تخلص في عوض مني أنا، في عوضي أنا تخلص هذاك الشخص الآخر، هي كتحل محلي وتأدي في بلاصتي، في عوضي نخلص أنا شركة التأمين هي اللي كتخلص. شنو تيخصني نرد بالي ليه في هاد التأمين على المسؤولية المدنية؟ هو أنه كاين واحد الاستثناءات من الضمان اللي كيكون فيها انعدام التأمين، يعني ما كاينش التأمين، ما كاينش لاسيرونس، واحد الحالات تتقول لي لاسيرونس راني ما غنخلصش. اشنو هما الحالات و تيخصني نرد بالي ليهم بزاف؟ اولا انا مثلا كسائق الا كنت غادي بالسياره بوحدي وقعت لي واحد الحادثه بوحدي، انا ما كنتعوضش. الا درت حادثه مع سياره اخرى وانا اللي مسؤول، انا ما غنتعوضش، وما يتعوضش المكتتب اللي دار لاسيرونس، ما يتعوضش انا كسائق، وما يتعوضش صاحب السياره، وما يتعوضش ايضا هذاك اللي كيكون كيمثل الشركه اللي السياره في سميتو كيمثلها هو اللي كيسوقها، والموظفين اثناء الحادثه ملي كيكونوا خدامين وغاديين في السياره اثناء العمل حتى هما مستثنين من هذه المسؤوليه المدنيه ما كيتخلصوش. واحد النقطه مهمه اللي كانت شحال هذه ودابا ما بقاتش، هو ان الوليدات وباك وامك ومرتك كيتعتبروا من الاغيار، وحتى هما كيتحصلوا على التعويض الى وقعت لك هذه الحادثه اللي قلت لك. طبعا حالات اخرى هي ملي تيكون الانسان اللي تيسوق ما عندوش رخصه السياقه، حتى هذا كيكون فيه انعدام تامين، وتيمكن تكون المتابعه ديالو لا من الناحيه المدنيه ولا من الناحيه الجنائيه. بالاضافه لهذه الحالات كاينين استثناءات اخرى وحالات انعدام تامين اخرى اللي كتعلق باستعمال ديال السياره لغير الغرض ديالها. مثلا اذا كانت السياره ديال استعمال سياحي، يعني استعمال سيارتي عاديه ما يمكنش نهز فيها البضائع او نهز فيها الناس بمقابل، ها اللي كيتسمى النقل السري، الى قبطوني البوليس او لا درت حادثه وداك الناس قالوا بانهم كانوا راكبين معايا في المقابل ديال الفلوس ولا لقاوني هاز السلعه ودرت حادثه، راه حتى هنا كاين حاله من حالات ديال انعدام التامين. اذا تيخصني نرد بالي لهاد الشروط هذه اللي هي فيها استثناءات او حاله انعدام التامين، واللي تيخصها تكون مكتوبه بواحد الخط بارز جدا في الشروط اللي تكلمت عليهم، شروط العامة وشروط خاصة.